مشروع تحديث او تحديث او عصرنه المقصورات الهوائيه بولايه وهران، او ما يعرف من مشروع تيليكا بين دورو. هذا المشروع رو من ناحيه الانجاز رو الحق النسبه كبيره، يعني رو تجاوز 80%. تم ربط المحطات الثلاث بواسطه الكوابل، حيث تم مد الكوابل واجراء بعض التجارب من طرف الشركه المنجزه، الشركه السويسريه، وقامت تسمى هذه التجارب ناجحه الى حد ما، ولكنها تجارب خاصه بالشق الخاص بالشركه المنتجه الشركه المنجزه. ولكن ما هو اهم في هذا الجانب ان هنالك شركه او هيئه وطنيه للمراقبة التقنية لمثل هذه التجهيزات. سيكون بعد استصدار أو إصدار هيئة الرقابة التقنية اللي هي فيريتال لشهادة المطابقة، وبالتالي يدخل المشروع حيز الاستغلال.